الله يخليك، شكرا. الله يخليك، الله يبارك فيك، ان شاء الله باذن الله. طبعا مش على القهوه، احنا على القهوه. طبعا في البدايه طبعا حابب طبعا اشكر مستر موسيماني على الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي، وده دايما عادينا في النادي الاهلي اللي احنا نحترم كل المدربين اللي مروا في تاريخ النادي. راجل عمل بطولات مع النادي، وهو استفاد على المستوى الفني وعلى مستوى اسم كبير زي النادي الاهلي اللي انت تبقى مدرب كبير فيه. فاعتقد كل الشكر ليه على الفتره اللي فاتت، وطبعا بتمنى له التوفيق. وانا على المستوى الشخصي برضه من الناس اللي انا لهم فضل على الواحد، استفدت منه طبعا فنيا واخلاقيا، فاتمنى له كل التوفيق. طبعا هو والستاف بتاعه موسي وكابيلو وكاي، فكل التوفيق لهم الفتره الجايه ان شاء الله، وكل التوفيق للنادي طبعا الفتره اللي جايه. حابب طبعا اشكر كمان اللعيبه على الجهد اللي عملوه، اداء الحمد لله على مستوى الروح. طبعا اللي كان فيه شويه تسرع في البدايه، في خصوصا في الشوط الاولاني، ادت اللي احنا يبقى عندنا ميس باص كتير، لكن تصميمهم اللي هم يحاولوا يلعبوا بروح، بيلعبوا بحماس، بيلعبوا عاوزين، عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي وتشيرت النادي الاهلي، فطبعا بشكرهم عليهم. الحاجه الثانيه طبعا المكاسب الحمد لله من المباراه كتير جدا بالنسبه لنا، سواء على مستوى النتيجه او على مستوى عوده اللعيبه لحالتها يعني الفنيه، او رجوع اللعيبه بقى لهم فتره كتيره كانت مصابه، زي بدر ومحمد محمود ووليد برضو بقى له فتره كبيره كان غايب. فطبعا كل الشكر ليهم، لكن عندنا تحدي جديد كل 3 أيام أو 4 أيام. اتمنى ان شاء الله ان احنا نستعد اكتر واكتر، وخصوصا بعد رجوع اللعيبه الدوليه معانا، تدينا قوه وتدينا ثقه وتدينا مسؤوليه اكبر، اللي احنا ان شاء الله نحقق طموح جمهورنا، وان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ونرجع الدوري، لان انا عارف ان الدوري بالنسبه لجمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا ولعيبه مقدره كده. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نمشي على نفس النهج دوت، وربنا يكرمنا ان شاء الله المباريات القادمه كلها. كابتن سامي طبعا الف مبروك على تحقيق فوز النهارده وان شاء الله المسيره تستمر معاكم، يعني يكون في افضل من حاجه. سؤالي كان متعلق النهارده، شفنا الاهلي حاله مختلفه في الملعب، في روح، في كره هجوميه، بدليل ان الاهلي النهارده سجل 4 أهداف ما حصلتش من مباراه كتير قبل كده. فايه اللي اتغير في الاهلي الماتشين اللي هو النهارده عن الماتشات اللي قبل كده؟ وهل الكابتن موسيماني مجهز مفاجأة لماتش الحد ان شاء الله ممكن نشوفها؟ موسيماني مش معلش كابتن سامي مجهز مفاجأة في ماتش الحد ان شاء الله. لا، خلينا نقول، خلينا نتفق الاول طبعا ان اسم النادي الاهلي اسم كبير، يعني مجرد ان النادي الاهلي يكسب مكسب كويس واداء كويس، فاعتقد ان دي حاجة طبيعية، يعني مفيش اختلاف كبير بالاداء. احنا بنحاول، كل مدرب بيبقى عنده تفكير وعنده رؤيه معينه، وزي ما قلت الراجل حقق بطولات كتيره وعمل مباريات كتيره برضو، خصوصا في مباراه الدوري برضو. فانا بفكر بتفكيري انا دلوقتي وتفكير الجهاز اللي معايا، بنحضر لعيبه كويس، بنفكر في كل اللعيبه اللي بالنسبه لنا المتاحين بالنسبه لنا، بنحاول نرجع لعيبه لمستواها، بنحاول نرجع لعيبه كانت بعيده عشان الاصابات زي متولي وبدر بنون بقاله فتره كبيره جدا، محمد محمود طبعا. فده التفكير اللي احنا بنتبعه يعني. لكن في الاول والاخر النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي دايما بيلعب كوره كويسه، النادي الاهلي دايما هو البطل. فاعتقد ان مفيش حاجه جديده، يعني مفيش حد بيقدر يغير حاجه في 3 4 أيام أو 5 أيام. احنا بنحاول ماشي، مفيش مشكله، دي حاجه طبعا من الحاجات الايجابيه وانا اتكلمت عليها قبل كده، اللي احنا بنحاول ان احنا ان اللعيبه تاخد الثقه، ان اللعيبه ترجع تاني تلعب كوره حلوه زي ما كانوا بيلعبها، مش من زمان، لا من ايام مستر موسيماني كنا بنلعب برده كوره كويسه في مباريات كتيره جدا. احنا في الدوري كاسبين الزمالك 5، وكاسبين الاسماعيلي، وكاسبين سموحه، وفاركو مكاسب كبيره. فالنهارده الحمد لله تاكيد ان اللعيبه هي اللي موجوده، هي اللي عندها لازم تديها دوافع عشان تلعب، وعشان تديها مسؤوليه اللي هي بتلعب بتشيرت كبير جدا وجماهير كبير جدا مستنيه اداء ومستنيه نتيجه كويسه ومستنيه بطولات، فلان جمهور النادي الاهلي مختلف يعني. فاعتقد ان اللعيبه النهارده الحمد لله بدايه لتكمله مشوار ان شاء الله اللي احنا
نكمله ان شاء الله، سواء انا كنت موجود سواء اي حد موجود، لان مجرد ان انت تبقى مدير فني لمباراه واحده في النادي الاهلي اعتقد شرف كبير جدا. النادي الاهلي دايما هو اللي بيضيف لاي مدرب واي لعيب واي مسؤول، لان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا يعني. طبعا مبروك يا كابتن بفوز الاهلي النهارده، كسب 4 فعلا مقدر التهديف الاهلي، لكن النهارده الماتش 4 على التوالي اللي مهاجمين الاهلي بيغيبوا فيها عن التسجيل، ماتش امبي في الدوري 2-1، ماتش الوداد، ماتش المصري بالصالون النهارده. هل محمد شريف، حسام حسن، صلاح محسن، بيرسي تاو بعد ما يرجع، هل اللعيبه دي كلها غيابه عن التسجيل لفتره يقلق حضرتك، خصوصا الماتش الجاي ماتش القمه، حضرتك عارف باستثناء ماتش الخمسه الاخير ماتشات القمه الفرص فيها بتبقى قليله، تحتاج ان اللعيب بتاعك يسجل من نص فرصه، فهل غياب المهاجمين عن التسجيل مشكله قبل الماتش ده؟ تاني حاجه محتاجين نطبق حضرتك على موقف المصابين حمدي فتحي وعبد المنعم وبيرس تاو اللي في كلام انه اتخبط مع جنوب افريقيا و يعني خلينا ارد عليك في السؤال الاول طبعا اللي هي موقف المهاجمين. يعني مهم جدا ان انت حس التهديف ده مهم جدا ان انت يكتسبه من ماتشات، اوقات كتيره بيبقى عندك توفيق، انما ان انت بتوصل وممكن بتهدر فرص مفيش مشكله، لازم انت كمدرب تقف جنبه خصوصا في الاوقات دي. النهارده الشريف عمل جهد بدني كويس جدا، حاول يساعد الفرقه، تحركات كويسه جدا، ادى فرصه للناس تاني لا تسجل، وده مهم جدا. مهمه الفرويد مهم جدا اللي هو يسجل، بس مهم برده اللي هو يخلق مساحات للعيبه اللي جايه من تحت، مهم جدا اللي هو يعمل فرص للعيبه برده اللي بتكمل، فدي حاجه طبيعيه بتحصل لكل مهاجمين العالم، لكن الاهم اللي انت تدي له الثقه. النهارده حسام حسن بقى له فتره كبيره غايب، كان النهارده ممكن الجون اللي ما اتحسبش النهارده يدي له ثقه اكبر، لكن طول ما اللعيب بيحاول لازم انت تقف جنبه، وده الاهم بالنسبه لنا في النادي، اللي انت لعيب بيحاول يقاتل التوفيق ده هيجي. ممكن النهارده ربنا ما يديكش في الماتش ده، يديلك في ماتش اصعب تاخد ثقه تاني. ما ننساش ان شريف ده السنه اللي فاتت برده من هدافين الفرقه، حسام حسن كان من الناس الهدافين ومميزين جدا في سموحه في منتخب مصر، بيرسي تاو طبعا لعيب سجل اهداف في ماتشات مؤثره وعمل في اسيستات كتيره جدا خصوصا في ماتش وفاق الصيف في الماتشين، صلاح محسن النهارده برده بيعمل اسيست كويس جدا لوليد، والماتش اللي فات برده نفس القصه عمل فرصة كويسة لحسام حسن، فطالما بيحاول إن شاء الله التوفيق ده هيجي بإذن الله. بالنسبة لموقف المصابين طبعا، يمكن امبارح برضو كان ديانج برضو كان عنده إصابة خفيفة، يمكن النهاردة ما قدرناش يبقى معانا في المباراة عشان كده يعني. محمد عبد المنعم إن شاء الله ممكن في خلال 3 أيام إن شاء الله أو 4 أيام يكون معانا. حمدي فتحي إن شاء الله برضو بكرة إن شاء الله يكون معانا في التمرين إن شاء الله. بيرسي انا مش عارف، انت قلت انا يعني ما تابعش الماتش طبعا، لكن هو صف اخر الماتش وفي تقارير طلعت في جنوب افريقيا ان هو تعرض للاصابه وده كان سبب تاريخ. اكيد طبعا هيبقى في تواصل مع طبعا كابتن سيد والجهاز الطبي يعني، وان شاء الله ان شاء الله تكون بسيطه، ان شاء الله يقدر يبقى معنا بكره وهيجي بكره ان شاء الله. متولي عنده شد طبعا، متولي طبعا بشكره طبعا على الجهد دوت، بقى له فتره كبيره جدا ما لعبش، يمكن الظروف يعني انا كنت بفكر طبعا ان ديانج هو اللي يبدا المباراه، لكن لحد اخر لحظه ما كانش قدامي الا الحل دوت يعني اللي متولي هو اللي يلعب. كنت عامل حساباتي يعني اللي ديانج هو اللي يبقى موجود وبعد كده ادي دقائق لمتولي، لكن الحمد لله ان شاء الله يبقى بس ان شاء الله تبقى بسيطه يعني ان شاء الله. طبعا الف مبروك على الفوز والموفقيه، شفنا اللعيبه كلها متحمسه النهارده بعد الهدف انها تسلم على حضرتك، ودي حاجه مميزه. عايز اتكلم مع حضرتك على فرقه الاستلم كامباني، ان الفرق الصعب ماتشات دايما مع فرق كبيره، شفنا ماتشهم مع الزمالك كان صعب، الزمالك لسه في اخر دقيقه ماتشهم مع الاهلي، ماتشاته دايما طبعا كمان مختلفه. حضرتك تغيير الخطه النهارده من 4-2-2-2 اللي هي الاهلي بقى له فتره بيلعب بيها 4-3-1، هل ده كان عشان يعني مواجهه فريق ايسترن، ولا ده نهج الكابتن سامي هيشتغل عليه او فكره هو الخاص اللي هيشتغل عليه مع الاهلي في الفتره الجايه؟ لا خليني اقول لك ان طبعا انت مهم جدا انت بتحط طريقه اللعب وخطه اللعب على حسب المنافس اللي قدامك يعني. يمكن النهارده فكرنا في الطريقه ديت عشان المناسبه للمساحات، خصوصا فرقه ايسترن بيلعبوا 3-5-3-2، فكان مهم جدا ان انا العب على هاف سبيس اللي في ظهر الاثنين ديفندرات.
فكنت بفكر في كده يعني، لكن اعتقد يعني دي طريقه مناسبه للاعيبه النادي الاهلي وامكانيات لعيبه النادي الاهلي، لكن ممكن الطريقه تتغير طبعا حسب المنافس اللي قدامك يعني، لان طبعا لازم يكون عندك مرونه واللعيبه تكون عندها برضو كده اللي انت تستوعب اي طريقه لعب يعني. لكن احنا في بدايه السنه لعبنا كذا طريقه لعب، اللعيبه الحمد لله كانوا مستوعباها بشكل كويس جدا، 3 4 3، وبعد كده لعبنا في ماتشات 4 3 3 و4 2 3 1، ولعبنا زي ما انت قلت 4 2 2 2 بشكل مختلف. لكن في الاول والاخر انت بتلعب 11 لعيب قصاد 11 لعيب، الادوار مختلفه، ممكن طرق اللعب تكون مختلفه، لكن الادوار هي هي. كابتن، كنت عايز اسفر من حضرتك عن جزئيتين. الاول، هل هنخش معسكر بدري شويه لمباراه القمه؟ يعني معسكر مغلق بدري شويه للقمه؟ وكنت برضه يعني نحب نعرف الكابتن الخطيب امبارح لما زار التمرين قال لحضرتك ايه يعني دعمك في الدنيا. بالنسبه للمعسكر طبعا عندنا ان شاء الله يبقى عندنا معسكر من يوم الجمعه، لكن ده دايما احنا بنعمله يعني في الماتشات كلها يعني. طبعا بالنسبه للكابتن الخطيب طبعا طبعا بشكره طبعا على الثقه ديت، وبشكر مجلس الاداره على الثقه الكبيره اللي ادوها الواحد يعني. نتمنى ان شاء الله اكون قدها واعمل الدور اللي مطلوب مني حتى لو يوم واحد. طبعا اتكلم مع اللعيبه ودعمهم كويس، والحمد لله اداني برضو ثقه ان احنا عندنا ثقه فيك وفي امكانياتك وفي قدراتك، وطبعا دي مش حاجه جديده على كابتن خطيب ولا على النادي الاهلي ولا على مجلس اداره النادي الاهلي، لكن اللي انا اتمنى ان انا ان شاء الله اكون على قد الثقه الكبيره ديت، ثقه مجلس اداره وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. فبتمنى طبعا ان انا اكون على قد الثقه ديت. وفي الاول والاخر طبعا حابب طبعا اشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم اللي انا شفته خلال اليومين اللي فاتوا ديت، وده برضو عهد جمهور النادي الاهلي اللي دايما بعد ربنا بيبقى الداعم لكل المنظومه كلها، سواء لعيبه او مدربين او مجلس اداره. اتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله نحقق لهم كل البطولات ان شاء الله اللي احنا فيها باذن الله. شكرا. شكرا.